الحمد لله داكشي كاع اللي خدمناه من نهار واحد شهر وحنا غايبين على ديورنا. الحمد لله الحمد لله كاع داكشي اللي كي قلنا كوش كنديرو طبقناه ومتنا على اللوغو وكاع المغاربه دابا فرحناهم حيت وصلونا شي ميساج. حونا في المقابله الاولى كنا رابحين وترخينا في الاخر تصيدنا، ولكن دابا الحمد لله رجعنا في الماتش ديالنا ودينا لاكوب. الحمد لله شي اللي بغينا، كنا بغينا ميداي دور خديناها الحمد لله. نشكر الستاف ديال الستاف تكنيك، وتنشكر كاع الناس اللي صيفطونا ميساجات قبل من الماتش واللي داروا فينا الثقه، وهذه الميداليه تنهديها للوالديه وجميع الشعب المغربي، وتنهدي هذه الميداليه للدراري اللي في السن ديالنا واللي ما كانوش هنايا معنا، وتنشكر الجمهور الجزائري اللي شجعنا من البدايه ديال التورنيو. ديما مغرب ديما مغرب. احنا اليوم لعبنا فينال مع نيجيريا، تقاتلنا معاهم حتى الدقيقه الاخيره، قدمنا مباراه جيده والحمد لله. فرحنا جميع المغاربه، فرحنا الستاف كامل، فرحنا الكوتش ديالنا، وحنا ضحينا على هادشي باش وصلنا للفينال. والحمد لله حنا فرحانين بزاف بهاد لاكوب اللي دينا، والحمد لله وديما مغرب. حنا فرحانين بزاف عاش دينا هاد الكوب وهاد الميداليه الذهبيه، وكنهدي هاد الفرحه وهاد الكوب للمغرب، ديما مغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.